هاي يا جماعة، شلونكم؟ شو أخباركم؟ أبا يوم النوم العالمي، أبا مو طبيعي النوم. قاعد صبت وأرد أنام، ورد أقعد ورد أنام ورد أبا، وبعدين استغفر الله العظيم. المهم بصور، يعني قلت بصور لكم، بقول لكم شيء وايد مهم. قعدت قبل كم يوم مع أحد واحد من الدكاترة اللي خذوا تطعيم كوفيد 19، فهو من أوائل الناس، وهو يعتبر من الصفوف الأمامية، فماني قادرة أتحكى من النوم. تصدقوا الحين دايخة أمبي. فقعد وياي، قعدنا نسولف وكذي، كان يقول لي، قلت له دكتور قول لي صج الصج، شنو حسيت فيه أو شنو صار، شنو الأعراض؟ يقول شوف عذاري. يقول كل الدكاترة ربعي اللي خذوها وأنا معاهم يعني نفس الشيء صار لهم. شنو صار؟ يقول أول شيء مكان الإبرة تحس إن إيدك ثقيلة، مكان الإبرة فقط تحس إن شتوفك ثقال، يعني تحس كنا حد حاط عليك ثقل. بعدين تحسين إن كنا بتيجي إنفلونزا بس أنتي ما فيك، يعني بداية إنفلونزا بس ماكو شيء. يقول هذا مجرد ربع يوم هالشعور. يقول بعدين 3 أيام بس تبي تنامين نوم نوم نوم، تقول تحسين إنك دايخة، فيك النوم فيك النوم. بعدين خلاص ماكو ولا شيء. قلت له بس؟ شي يقول لي بس. وهذا اللي صار. قلت له زين دكتور، يعني بما انك انت دكتور، يعني هل هذه الاعراض طبيعية؟ شي يقول لي طبعا. يقول تطعيم عادي، اي تطعيم بالعالم لما نطعم عيالنا وهم صغار مو يسخنون، ومكان التطعيم يصير حار ونحط لهم كمادات، وفي تطعيم هذه اللي يسمونها إبرة النار اللي عقب فترة تورم ويطلع منها دم وما شنو، تحسين بحرارة. طبيعي، حال أي تطعيم ثاني، لا منه خوف ولا شيء ولا شيات. يقول أنا خذيته وربعي خذوه وكلنا متفقين على هذه الأعراض لهذه اللحظة. الحمد لله، الحمد لله يا رب العالمين، ما حد صار فيه شيء. والناس اللي تشكك في هذا التطعيم، يعني هذا أكبر دليل. هذا الدكتور يعني وايد أثق فيه، يعني حقي بتشذب علي، ومستفيد من التطعيم ولا نداش جيبه شيء. بس قال يعني الواحد يقول كلمة حق إنه ما حسينا بولا شيء ولا صار فينا ولا شيء، الحمد لله. فيعني هذه أعتقد إن يعني جدًا بعد عين رئيس الوزراء تطعم، وايد ناس من الأسرة الحاكمة أو من رجالات الدولة تطعموا. فأتمنى من كل شخص يروح يسجل. سبحان الله، القمر شيء خيال. ودي أصور لكم بس صار يعني شوية ورا، ما قدرت أصوره من ساعة. أبوي ما شاء الله مدور وأبيض أبيض أبيض، اللي طالعين كشتة على الباكاو. شوفوا ما شاء الله ما شاء الله، طاو طاش كبره.